بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوك كريم من المنيا. انا بشارك مع الثوار هنا في ثوره شباب 25 يناير اللي باذن الله كده يوم الجمعه يوم 8 يوليو هنقوم بمليونيه كبيره عشان خاطر المجلس العسكري والمشير طنطاوي والجيش والداخليه الظالمه اللي بعت لها بلطجيه بيضربونا في الميدان ولابسين ملكي. بس احنا الحمد لله انتصرنا عليهم. بيقولوا لنا احنا البلطجيه ده هم البلطجيه جايين يضربونا وضربوا نسائنا ورجالتنا وشبابنا واطفالنا. ضربونا كلنا بالطوب وبالازايز وبوظوا الميدان وعايزين يفرقونا عن بعض. لكن مهما يعملوا مش هيقدروا يفرقونا عن بعض. احنا قضيتنا واحده وباذن الله هننتصر عليهم وهنحقق مطالبنا. ومش هنمشي من الميدان غير مطالبنا كلها تتحقق واعدام حسن الكلب واعوانه وحليل العدل. شكرا.